السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيان. بغيت نشارك معكم اليوم، بغيت ندير العشاء سباكيتي بالطون، وبغيت نشاركها معكم. ما بديتش معكم من الاول، ماشي مشكل. يلا صيبت هنايا مطيشه، حكيتها 4 حبات متوسطين، ندير لها العطريه. هاد سباكيتي بطريقتي الخاصة. يلا غندير معلقة ديال التحميرة، نص معلقة هكا، وغادي ندير عندي هنايا معلقة فيه الخرقوم وسكينجبير والإبزار. غنحرك البنات، خليه على نار مهيله، وغادي ندير سباكيتي طيب في الماء. غنقص عليها وغنزيد واحد المعلقه ديال مطيشه ديال الحب. هي معلقة، ديرها على نار مهيلة، خليها تطيب، ونزيد لها قزبر ومعدنوس. مع الطون كتجي زوينة وبنينة، ومشي كل نهار الحلو كل نهار، نبدلو شوية خصوصا في العشا. هنايا عندي قزبر جبتو من ومعدنوس من الفريكو، غادي تطلق. نمشي ندير سباكيتي، هنايا درت القياس ديال الماء اللي خاصني، نحط فيه السباكيتي ونزيد، وغنخليه يطيب. وهانتوما معايا، كنسال الطريقة. هنايا غندير معاها مليحة والزيت، مليحة وزيته، كنصور بيدي. تقريبا 2 معالق كبارين. غنجي لهنا ندير الزيته ديالي ومليحه، كنعتذر على هاد التصوير، مكنتش غنصور، قلت نشارك معكم عشيتي صافي، بسيطة ولذيذة وبنينة. طبعا نخليهم يطيبو، تقلى لي مطيشة مزيان حتى طيب، عاد غنزيد عليها طون. ولا ما طيب لي شعرية أو سباكيتي، نزيد عليها في البوطة. وهانتوما معايا، نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه سهله وبسيطه وخفيفه للعشاء.
سايبات لي يلا صوص، نضيف عليها طن ديال المطيشه، حيت المطيشه ديالو ستيتو منها، غنحرك و نطفي عليها على ما توجد لي سباكيتي و نوجدها و نحطها و نوريها لكم ان شاء الله. كتجي غزاله، مقادير بسيطه كما كنقول ديما بالواجد. دابا نخلي لاصوص ديالي ومن بعد نحط، غادي نوريكم ان شاء الله. هاتي سباكيتي وجدات، من بعد ما درتها في الطبسيل ونزيد عليها لاصوص اللي فيها طون ديال المطيشه نيت، وغنخلطها بغاها تكون واجدة. بعد ما كنستي الباكيتي ديالي من الماء، شي شبكة ولا شي ديريها بالكفتة، بأي حاجة كتجي لذيذة وبنينة. هيا وجدة البنات، قلت ما تخلطيهاش، تخليها ديك من الفوق لاصوص غير من الفوق اللي بغا يهز. حنايا في الدار كتعجبنا هكا مخلطة. وبصحة وراحة، ما تنساونيش من اللايك ديالكم والاشتراك في القناة، ونتلقاو في فيديو آخر إن شاء الله. شكراً.